الشيء الجاي طبعا ان احنا يمكن الاسبوع برضو الماضي كنا يعني عقدنا اول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعة عشان برضو اثير هذا الموضوع المجموعة التشكيل بتاع طبيعة تشكيل المجموعة هو اللي موجود بقاله يعني <applause> عشر سنين وأكثر يعني نفس التشكيل ولازم بيضم كل الوزارات وأيضا البنك المركزي لأن احنا بنتكلم على الاقتصاد بتاع البلد كله وأي قضايا بي بيناقش فيها جوه مجلس المجموعة الاقتصادية بيبقى لازم فيها الشقين النقدي والمالي لما بنيجي نتكلم على موضوع يعني تدبير المنتجات البترولية ما هو ده لازم البنك المركزي يبقى معانا لأن الموضوع تدبير عمله محليه فقط ده تدبير عمله صعبه. لما بنتكلم على منظومات وقرارات معينه لازم يبقى معانا البنك المركزي لان ده كله بيؤدي او بيؤثر على الاقتصاد بتاع الدوله المصريه، لكن الشيء المهم جدا اعتقد ودي رساله مهمه لانها اثيرت حتى واحنا موجودين في البرلمان على موضوع الدين، وانا اتكلمت على هذا الموضوع بصوره واضحه جدا وقلت احنا كدوله شغالين بجهد كبير جدا على السيطرة على الدين وتخفيض الدين أعتقد الأرقام اللي ظهرت والبنك المركزي أعلنها أن الدين الخارجي لمصر من كان في ديسمبر 168 النهاردة بقى 153 وشوية يعني الحقيقة يعني نزول كبير جدا أكتر من 14 و من عشرة مليار دولار في خمس شهور الاحتياطي بتاعنا اللي زاد بصورة كبيرة جدا الأهم اللي ما نطلق عليه صافي الاصول الاجنبيه للبنوك المصريه في الخارج ده كان ناقص 27 مليار بالسالب يعني معنى كده ان البنوك المصريه كانت في وقت ما من فتره كانت بالناقص النهارده الحمد لله بفائض أكثر من 10 مليار دولار ده جهد كبير جدا اتعمل في ضبط المنظومه اللي موجوده في الدوله وده جهد الحقيقه طبعا انا بنتهز الفرصه وبوجه شكر زميلي ايضا محافظ البنك المركزي لكن الحمد لله جهد جماعي احنا شغالين فيه كلنا على خلال الفتره اللي فاتت الحكومه مع البنك المركزي ومستمرين في تنفيذ هذا الموضوع عشان اللي احنا قلناه ان لازم ناخد مسار الدين سواء الدين المحلي او الدين الخارجي للمسار النزولي وبالتالي إجراءات الترشيد اللي بتتعمل، المشروعات اللي إحنا بنعملها النهارده، جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع تجذب الاستثمارات الخارجية، إن إحنا بنقول إن إحنا نستفيد من الأصول الغير مستغلة للدولة عشان نقدر نجيب فيها دولار، نشجع القطاع الخاص أكتر إن هو يدخل في شراكات مع شركات عالمية ويجيبهم ويخليهم يوطنوا الصناعة هنا، ده ما حاجة غير هذا الموضوع علشان الدولة العمليه ان شاء الله تنطلق بالانطلاقات الكبيره اللي احنا كلمت فيها المره اللي فاتت وهنفضل نتكلم فيها لان ده شغلنا الشاغل كدوله في خلال الفتره القادمه